Alors, salam alaykoum wa rahmatoullahi wa barakatuh. Vidéo, je dis que je fais différent entre le caractère qualitatif et quantitatif en notion de la quantitative discret et continu. Alors, on a un tableau d'un exemple. On a des filières de la profession des parents. On a des nombres d'admis. Alors, on a une filière de la profession libérale. Je vais vous montrer les trucs faire admis. On a un commerce industriel. On a des infirmières admis. Et ainsi que de suite. Alors, on a le caractère de Candelso, wash admis ou non admis. Alors, on a un calcul de choix, wash admis ou non admis. On a un calcul de l'âge ou la taille, si je les cache comme mesurable. On a dit non mesurable. C'est pour cela qu'on globe un caractère qualitatif. On a un tableau pour série caractère quantitatif. On a l'exemple d'un nombre d'enfants par famille. Et nombre de familles ayant XI enfants. Alors, nous avons la famille. Le nombre de familles ayant 0 enfants, 34. Le nombre de familles ayant un seul enfant, 118. Alors, nous avons الكاركتير كاليتاتيف لي دو كاليتي شي حاجه نو ميزورابل هنا كونتيتاتيف شي حاجه ميزورابل دو كونتيتي الوغ كينقسموا لديسكري اي كونتينيو هنايا غنحاول نشرح لكم الفرق ما بين ديسكري اي كونتينيو فوقاش كنقولوا كونتيتاتيف ديسكري اي فوقاش كنقولوا كونتيتاتيف كونتينيو هنايا عندنا في المثال ناخذ واحد المثال ان اكزومبل على عدد الافراد ديال الاشخاص في العائله مثلا نسولوك شحال نتوما في الدار غتقدر تقول خمسة مثلا خمسة ولا أربعة ولا جوج هاد الأعداد شنو كيمثلو لينا هنا هنايا في المط كينتميو لأن علاش هادو ماشي أعداد اللي فيهم الفاصيلة ما نقدرش نقولو عندنا خمسة فاصيلة جوج شخص في الدار كنقولو يا إما خمسة يا إما أربعة يا إما جوج هنايا في الكونتيني غنشوفو شي مثال اخر هيبان لكم هنايا في الكونتيني مثلا سولناك على الوزن ديالك او لاطاي ديالك لاطاي ديالك غتقول لنا متر و سبعين 1.7 متر او لا 1.8 متر هذا دي كونتيتي كي سون كونتيني كي ابارتيان ار هادو راه شفناهم في الماط هادو ابارتيان ار Alors, هادو discret هو واحد الصفه اللي كينتميو لان المجور ديالها كتنتمي لان وهادو كينتميو لار alors فوق ما شفنا ان كونتيتي لي ميزورابل اللي ما كنقدروش نقولوا فيها فاصله كنقولوا discret وهادي كنقولوا فيها كونتيني alors هادو شنو كنقصدوا بكونتيني هو واحد الاعداد اللي متتابعه وما كاينش حد بيناتها كنتمنى انكم تفهموا هنايا هذا الشيء مزيان حيت الا فهمتوها غتكملوا كل شيء مزيان في الكور غنرجعوا هنايا للديابو ديالنا باش نعاودوا نفهموا مزيان الكوانتيتاتيف ديسكري اي كونتيني الوغ هنايا قلنا لي نومبر دو فامي اللي عندهم لي زونفون عدد الاطفال اللي كاينين في الفامي هنايا مثلا قال لك هنايا اللي عندهم زيرو ديال الاطفال في الدار هما 34 واحد اللي عندهم واحد 118 هنايا هادو عدد الافراد ما يكون كينتميو غير الان ما يكونش كينتميو لآخ هادو انتميو لأعداد صحيحة طبيعية اللي ما فيهمش فاصيلة سي بوغ سولا كتبو لينا هنايا كونتيتاتيف ديسكري فوالا ماتنون فا باسي ان تابلو بوغ اون سيري ا كاركتير كونتيتاتيف كونتيني هنايا شنو كيقولو لنا ان تابلو فيرنيسون على ريبارتيسيون دي تاي دي زيليف دان ايتابليسمون سكولير اون كلاس دامبليتود دي سنتيمتر الو هنايا بغينا نحسبو لا تاي دي زيليف هنايا لا تاي دي زيليف ابارتيان ار علاش كنقدروا نقولوا مترو 78 مترو 86 كما شفنا في المثال ديالنا اللي قبل هنايا كنديروهم في واحد الخانات بحال هادو دو
120 à 130 حيت ما نقدروش نعزلوهم كاملين بحال نبقى نقولوا مترو واحد مترو جوج مترو ثلاثة كنديروا واحد الفارياسيون على هذا الشكل هذا من مترو 20 حتى المترو 30 الو فوق ما شفتوا هذا الشكل هذا غتعرفوا باللي راه كونتيتاتيف كونتيني الا كان في هذه الفارياسيون هكا تعرف كونتيتاتيف كونتيني كنتمنى حتى هنا يكون كلشي مفهوم على لي نونسيون دو كاركتير كونتيتاتيف وكاليتاتيف بالتوفيق الفيديو الجاي نكملوا لي ليست دي طابلو